ازيكم؟ كنت عامل فيديو قبل كده في اليوتيوب واتحذف، او انا حذفته بسبب انه كان القناة عليها بلاغات وخفت تتقفل، فكان من ضمن الفيديوهات اللي عليها علامة صفرة فقلت احذفه بالمرة. دي الخريطة اللي موجودة هنا اللي الاستاذة حطاها، الرابط ده هو اللي الاستاذة حطاه، هو رابط خريطة العبور. انا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات، ده رابط خريطة العبور اللي بيجيب لك 10 كواكب عبور وبيجيب لك 10 كواكب ميلاد. طيب، ف يعني لو انت نزلت تحت كده في التغريدة في التعليقات ممكن تلاقي شخص، ايوه هذا هو شكل الخريطة، الاستاذة كاتبة هنا هذا هو شكل الخريطة. حلو، هل في انسان ممكن يتولد والشمس او الخريطة او صورة الخريطة في شمس وشمس وفي قمر وقمر؟ يعني انت لما اتولدت كانت السماء فيها مشتري ومشتري وشمس وشمس وزهرة وزهرة. مو معقول، يعني مو معقول مو معقول مو معقول. أكيد طبعا، يعني أكيد طبعا في حاجة غلط، يعني أكيد طبعا في حاجة غلط، يعني أنت فاهم؟ يعني أنت لما اتولدت في السماء كان في من كل كوكب نسختين، فدي اسمها خريطة العبور. يعني إيه عبور؟ يعني اللي جوه، الدايرة اللي جوه هي دايرة الميلاد، والدايرة اللي بره دي هي دايرة العبور. يعني دلوقتي انا مثلا الخريطة اللي هي حطاها، لو كبرت الصورة كده هنلاحظ ان الشمس هنا في برج السرطان، دي كده رمز الشمس ودي كده رمز برج السرطان، يبقى ده ايش؟ يبقى ده اسمها خريطة الميلاد اللي جوه. طب واللي بره؟ اللي بره هتضطر بقى انك تيجي كده اهو تكبر الصورة شوية، هتلاقي ان دي الشمس والخط بتاع الشمس جاي في المنطقة دي كده اهي. لو مديت كده هتلاقي ان الخط ده هنا جاي كده في برج الحمل، يبقى الشمس في برج الحمل، يبقى الشمس كانت بتعبر في برج الحمل لما هي استخرجت الخريطة دي. لو دست كده رجوع هتلاحظ ان الوقت اللي هي حطت فيه الخريطة كان يوم 31 مارس 2018، اللي هو الشمس بتكون في برج الحمل، و2018 كان معروف ان المشتري موجود في برج العقرب وزحل كان موجود في برج الجدي. كبر بقى كده الصورة، كبر الصورة كده اهو، هنلاحظ ان المشتري فعلا كان موجود في برج العقرب، وانه الزحل كان موجود هنا كده اهو في برج الجدي اهو. يبقى ده الكواكب اللي بره هي كواكب العبور. طيب، يعني هي حطيتها كمثال تشرح عليه، وهي مشكورة حطت رموز الكواكب، ان ده الشمس وده القمر وده عطارد وده كيرون، حطت الرموز بتاع الكواكب والبروج. طيب، لكن الخرائط اللي موجودة مش خرائط ميلاد، يعني الخرائط دي كلها مش خرائط ميلاد. يعني مثلا لو نزلت كده، دي خريطة اهي ماشي. هنا هل الشخص لما اتولد كان في شمس وشمس، كان في مريخ ومريخ في السماء، يعني من كل كوكب نسختين؟ لا طبعا. فيعني انا حطيت الرابط ده، يعني المفروض انا يعني المفروض اروح اقول لها تحذف التغريده دي، هي من 2018 تغريده قديمه. بس المشكله ان الناس كل يوم بتجيني تقول لي فين كيف اطلع خريطه الميلاد، وتقول لي دي خريطه الميلاد، وتبعت لي صوره زي كده كل يوم، لدرجه ان انا طفشت اهو. اتفضل، يعني واحده حاطه خريطتها هنا اهو، دي شمس ودي شمس، دي زهره ودي كده زهره، من كل كوكب اتنين، ده مريخ وده مريخ. يعني هل لما انت اتولدت كان السماء مرسوم فيها من كل كوكب اتنين؟ لا. طيب، هل الاتصالات اللي موجودة في الخريطة هي اتصالات خريطة الميلاد؟ لا، اتصالات خريطة العبور. الدنيا حوسة، مرة حوسة. فاحنا هنوقف الشرح ده، وانا بقول لكم دي خريطة العبور، العبور، الترانزيت، وليست خريطة الميلاد. طيب، مع احترامنا للأستاذة الدكتورة، مع احترامنا لكامل الفلكيين، وكل الفلكيين حلوين وكل الناس حلوين، أنا مش بنتقد حد، بس هي ده الحقيقة، دي اسمها خريطة الترانزيت مش خريطة الميلاد. طيب، الميلاد اسمها نتلت شرط، وهوريكم كيف تطلعوها دلوقتي. ده دايما الموقع اللي انا بشرح منه، في 3 دقايق هقول لك كيف تطلع خريطه الميلاد. ده موقع استرو ثيم، هتيجي هنا كده تكبر الصوره كده اهو، يعني انت اول ما تيجي بصباعك تكبر كده، هتيجي عند كلمه ناتالت شارت ومعمول عليها علامه الازرق، خش على كلمه ناتالت شارت، تعالى هنا المربع، انا اسمي جعفر، انا اسمي ايه؟ جعفر، انا مولود يوم 1 اكتوبر، انا مولود يوم 1 اكتوبر 1950. طيب، انا مولود فين؟ انا مولود يا سيدي، مثلا انا اسمي جعفر 1950، انا مولود فين؟ انا مولود في مدينة خميس مشي، كي اتش
كي اتش اي ام اي اس، خميس مشيت في السعوديه، ومولود الساعه 3 العصر، 3 العصر اللي هي الساعه 15، عشان في ناس اقسم بالله في ناس ما تعرفش الحاجات دي وبتسالني عنها، فانا بضطر اشرحها. الساعه 13 اللي هي الساعه 1 الظهر، الساعه 14 اللي هي الساعه 2 الظهر، الساعه 15 اللي هي الساعه 3 الظهر. معلش اعصر على نفسك ليمونه وحاول تستحمل الناس. الساعه 20 بالليل اللي هي الساعه 8 بالليل، انت بتزود 12، يعني التقويم او الوقت بيبتدي 12 بالليل اللي هي الساعه 0، الساعة 1 بالليل اللي هي الساعة 1، الساعة 2 بالليل اللي هي الساعة 2، الساعة 3 بالليل اللي هي 3 بالليل، لحد ما توصل لحد 12 الظهر. 12 الظهر هي نفسها 12 الظهر. طيب انت اتولدت بالليل، يبقى انت اتولدت الساعة 9 بالليل والساعة 55 دقيقة او 34 دقيقة، واتولدت ادفانسد اوبشن، الخيارات المتقدمة، ايكوال هاوسز، نظام البيوت المتساويه. وانا في كل الحالات ما بستخدمش ولا ايكوال هاوسز ولا كوخ ولا بلاسيديوس، ولا بستخدم كوخ ولا بستخدم ايكوال هاوسز ولا بستخدم بلاسيديوس، انا بستخدم حاجه تاني اسمها الهول ساين. طيب احنا اتفقنا ان كلمه الهول دي انا كنت منطقها غلط، هي المفروض ان هي كل برج بيت. طيب كلمه هول ساين، دبليو اتش او ال اي، هول ساين، من الانجليزيه للعربيه ننطق كده هول هول، ماشي، ننطقها كمان مرة اهي، هول ساين يعني البرج الكامل، هول ساين، هول ساين يعني البرج الكامل او العلامة الكاملة، دي اسمها كوخ، دي ايكوال هاوسز. ادوس نيكست وادوس نيكست، جاب لك الخريطة كلها، رسمها لك تحت، ماشي. وده كده الطالع الاي اس سي الطالع، يبقى انت طالعك 10 درجات، مكتوب كده 10 درجة و27 دقيقة فلكية. أنا دلوقتي عايز أظهر الكويكبات، أجي تحت أقول له شوف أنا عايز منك الجدول، ومش عايز منك اتصالات الطالع والوتد، مش عايز منك الاتصالات الفرعية، مش عايز اتصالات ليليث والعقدة الشمالية والجنوبية، عايز منك بس تظهر لي الكويكبات وماشي، ومش عايز منك اتصالات الكويكبات، ومش عايز منك الكويكبات او الكواكب الافتراضيه الهايبوثيتيكال بلانتس، مش عايزهم كلهم. طيب نصغر كده الصوره، معلش نيجي هنا كده، حوش دي حوش دي، او خلي دي وخلي دي، خلي اول واحده ماشي وخمس واحده، يبقى الاولى وخلي الخامسه، تاني كمان مره اكبر الصوره كده اهو، انا عايز اول واحده وخمس واحده. طيب ادي اول واحده اهي، اتنين مش عايزها، تلاتة مش عايزها، أربعة مش عايزها، خمسة دي عايزها، يبقى أول واحدة وخمس واحدة عشان الناس اللي بتحب تحفظ. طيب وبس يا سيدي، وأقول له ريدرو يعني إعادة الرسم. الناس اللي ما بتفهمش إنجليزي، عندي ناس ما بتفهمش إنجليزي في اليوتيوب، إيش أسوي؟ لازم أشرح بالتفصيل، ريدرو يعني إعادة الرسم. رسم لك الخريطة والجداول، قال لك إن الشمس في الدرجة 8 ميزان، وإنه القمر في كم جيميناي، جيميناي اللي هو الجوزاء، واقعد احفظ بقى الترجمة، ساجيتيريوس القوس، ليو الأسد، ليبرا الميزان، كانسر السرطان، فيرجو العذراء، أكويريوس الدلو، ساجيتيريوس قلنا القوس، وفيرجو العذراء، وهتلاقي كل آر، كلمة آر دي معناها متراجع، ما اعرفش هو بيكتبها كده ليه، المفروض تتكتب كده ار كده، هو ليه ابن الحلوه بيعكسها هنا، انا ما اعرف، المفروض كده تتكتب كده ار، المفروض اهي ار اهي 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 اه. مكتوبه ار اهي، ليه بقى هو تحت بيتمنكح وبيعكسها وبيعملها كده اهو، هي المفروض كده اهو. اختصار لكلمه ريترو جريد، ريترو جريد، الفيديو ده هو الفيديو للمره رقم 550، يعني عادي انا فاتح القناه عشان اكرر نفس الكلام. بالنسبه لمواقع الكواكب في البيوت، البلانتس ان هاوسز، انا مش باخدها من هنا، انا باخدها باخد ان كل برج بيت على بعضيه، اللي هي طريقه الهول ساين، ودي برضو ما تهمناش الحته دي، ما تهمناش البوزيشنز في الهاوسز برضو ما تهمناش، لان كل برج بيت، ودي برضو الليستس اوف اسبكتس الاتصالات. احنا بنهتم لحد كلمه السكستايل بس، ما بنهتمش للباقي ده، يعني الان كونجنكشن والكوانتايل والسيمي سكستايل، النصف تسديس والنصف تثليث، ده كلام فاضي، ده اسمه الاتصالات الفرعيه. خلينا في الجدول الاول وهكذا، بس دي تاخد سكرين شوت ماشي. كيف تعمل رابط؟ تدوس هنا كده اهو على علامه العدسه ماشي، علامه العدسه بيعمل لك رابط، بتحتفظ بقى بالرابط اللي فوق ده اهو، الرابط ده تحتفظ بيه، تنسخ هنا كده اهو، يعني يا حلاوه يا اولاد ماشي، تيجي ده سينا كده اهو، تحتفظ بالرابط اللي فوق ده اهو،
بس هو ده الرابط بتاع الخريطة، او تقف هنا كده اهو ماشي، تنسخ ده، تنسخ الرابط ده وتحتفظ بيه، هو ده رابط خريطة ميلادك. مكتوب بقى فيه ان انت اتولدت يوم 1 اكتوبر 1950، ومكتوب ان انت اسمك جعفر، ومكتوب ان انت اتولدت في خميس مشيط في السعودية، سعودي اريبيا، ومكتوب احداثيات المدينة، ان المدينة دي عند 42 ايست، خطوط الطول ودوائر العرض. ده كده اسمه ايه؟ اسمه دايرة العرض، وده اسمه خطوط الطول. فانه الايست، الايست يبقى انت بتتكلم على خطوط الطول، عند خط طول 42، وعند دايرة عرض كم؟ عند دايرة عرض 18 و8، دايرة عرض 18 و8، 18 و8 شمالا. يبقى كاتب لك كل حاجة هنا في الخريطة. طيب هو كاتب لك ساعة الولادة 6:34 بي ام، بي ام يعني مساء، عشان في ناس ما تعرفش مساء. والله يعيني على الكائنات اللي انا بقابلها. اليو تي، اليو تي دي كلمة اليو تي معناها التقويم المحلي، ان هو بتوقيت السعودية يعني، بالتوقيت المحلي حسب المدينة اللي انت مختارها. طيب بس ادي الخريطة، شوف لك بقى فلك يحللها لك بقى. الرموز دي سهل انك تعرفها، يعني كل الرموز دي مكتوب هنا بقى، شمس واحدة، زهرة واحدة، زحل واحد، عطارد واحد، بلوتو واحد، اورانوس واحد، قمر واحد، مريخ واحد كده وبس. وشكرا.